تنزلت في القرآن الكريم على نبينا وشفيعنا طبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. وهذا قلم بس، الله، الصحابة والناس ما لحقوا على هالفضة، وانتوا يا عيال الأسديون تلعبون بالفلوس، اللعب ماركات ديبون كرسلان ديار اي أيوة والله ماركر. يوم القيامة تبدشون الجنة، شلون تدشون الجنة يا ابو شعر، يا ابو شعر مجنون وعيونه الكحلة، يا ابو قدالة ددن، يا ابو قدالة ددن، شبيه الريم شحلة ابو قدالة، بعد ما طاب غبرني ابو قدالة. هذا القلم بكم ومن وكيله؟ وزان اللي بالصالحية سيدي احكي. حكي مدروزة. اي انا كنت اشتري منه بالصالحية، كان 25 مو؟ يعني انت ليش ما تتصدق؟ كان الوالد يقول اللي عنده قلمين يبيع قلم ويتصدق به. والله اشكناني ياخذ بسم الله احتقاق يبكي هذا. انت شنو هالشد صدق هذا؟ ان شاء الله عليه. منو هذا؟ اللهم صل على محمد وال محمد. منو هاي دشداشة؟ منو؟ تعال اذا عرفت هاي منو لابس الدشداشة قبل اشكناني. الشيخ سعد الله يرحمه. اي والله لا ادري اول شيخ سعد كان شيد، منو اللي هاي الدشداشة لابسها؟ اول قبل الشيخ سعد، قبل لا يلبسها اشكنان، قبل عبد الله السالم. هذه الدشداشه نفسها يا رجل، هذه الدشداشه ايه من عطايا الرحمين.